اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إني إذا ذكرت مناقب مرة فإذا فاعل كبير لخليجة قد أسلم قبل النساء جميعها يا خديجة جادت لكبيرة وصغيرة يا خديجة جادت بأموال ولا سند النبي أعظم بها فضل ربك للأمة من نفسها عرضت علي خطبتان يا خديجتي وبمالها وهبت له بسرية يا خديجتي وقفت سويا في الهدى وفي العنى قد أولد للمصطفى أولاده يا خديجة فهم نجوم نهتدي في ظلمة يا خديجة أنعم بفاطمة كسيدة النساء سبقاني منها سيدا للمؤمنين يا خديجتي سدى جميع عشبارئا للجنة يا خديجتي فإليك رب بحبه واغفر ذنوبا وقضيا ديوننا يا خديجتي واكشف كروبا عن جميع الأمة يا خديجتي واغفر ذنوبا على النبي واله يا خديجتي طول المدى دوما لغايه نهايتي يا خديجتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سعدنا يا فوزنا
Amen.